عرفتونا. تابعينا معكم مشاهدينا بيشرفتونا، وانضم لنا هلا جوان كيروز وهو مخرج وموسيقي ومغني، وايضا بتشاركوا اللقاء بنته لوتشيانا لنحكي عن اغانيه الجديده بظل هالظروف اللي قطعنا فيها، الظروف الساخنه، وايضا كمان لنحكي عن بصيص امل عن لبنان. اذا هيدي هيك رح تكون مثل نهايه حلقتنا معكم جوان. اهلا وسهلا فيك، مش من بعيد كثير كنت ضيفنا انت والصبايا، كان في كذا صبي، اكيد كان الشعور احلى وكانت الاوضاع اروع، للاسف انه وصلنا لهون. كيف عليا قبل كل شيء لانه معودين عليكم ثلاثتكم سوا. مزبوط، بدنا نحييها لليا وبدنا نقول لك اهلا وسهلا فيك كمان لوتشيانا. بدنا نحكي بهالاوضاع للاسف عن اغنيه اطلقتوها، ولكن قبل حابين نطمن على العيله بما انه انتم اصدقائنا كعيله، وكل الاعمال يلي بتطلقوها شبه تجمعكم كلكم. وين كنتوا اثناء الكارثه وشو حسيتوا وشو التداعيات عليكم؟ اثناء الكارثه وصلنا مسج قبل بشي ربع ساعة انه رح يتسكر البلد، فقلت لها لمونا قومي تنروح على السوبر ماركت نجيب كل الغراض، بكره بتعجق بنظبط بكم غرض. وفتت على الصالون لقيت لوتشيا عم تدرس اونلاين. وين بيتكم يعني باي منطقة؟ بيتنا بجلال الدين. اوكي بعيد شوي لنعرف اذا قراب او بعد شوي، بعيد شوي شوي صح. فشفتها عم تدرس بس على المروحة، قلت لها بابي ليه مش حاطة اي سي؟ عم سكرت كل الشبابيك ودورت اي سي وفلينا وصار الانفجار. انا كنت بالسوبر ماركت، انا شو افتكرت؟ انا افتكرت بالسوبر ماركت شي جرد غاز، لانه كلنا فكرنا على راس الشارع او باللوكيشن اللي نحن موجودين فيه. فدغري تلفنت للوتشي قلت لها بكون شيء؟ قالت لي بس راح لازاز. قلت لها وين راح لازاز؟ قالت لي بالصالون. قلت لها ما انت كنت قاعده بالصالون؟ قالت لي بابي صار في هزه خمس ثواني، كانت لوتشي وليا قاعدين هونيك. لوتشي زهقت لانه اختها عم تدرس، فاتت تلعب تيك توك جوا. خلي لوتشي تخبر كمان. صح، انا كنت قاعده بمحل ما انفقش الازاز، ففتت لشوف ليا، انه اول مره كمان بشوف هزه ارضيه، لبنان منه كثير معرض لهيك اشياء. ففت قلت لها يي ليا حسيتي بهيدا الشيء؟ هون بعد يمكن ثواني نسمع هيك صوت قوي كثير والازاز بينفقش. هون ليا خلص فقدت السيطرة، قلت لها خلص قوموا. كمان كان معنا الأبيبو اللي بتساعدنا بالبيت، قلت له خلص تعالوا انزلوا معي. الحمد لله على سلامتكم لوتشيا، انت وليا وليا عفوا والوالد والوالدة. اليوم فينا نقول انه انت كصبية صغيرة يعني بعمرك بس فقش الازاز، منا شغلة هينة عليك، كأنك أكلتي نوع من تروما وصدمة، كيف عم تتخطوا هالصدمات انت وليا واخواتك كمان بالبيت؟ عم نفكر انه كتر خير الله ما صار أكثر من هيك، لأنه أنا كنت قاعدة دغري وين ما انكسر الازاز. فيمكن انا لو ما قبل بخمس ثواني رحت لعند ليا شوف انه كيف اذا خافت من الهزه، يمكن هلا كنت كلي مشطبه وكتب لك عمر جديد. صح، نحن معودين عليك جان، انت والبنات والعائله خلينا نقول بالمناسبات الحلوه عاده. صح، بيكون لكم وجود. صح، فني ولا اروع ولا اجمل من هيك، ولكن هالمره يعني للاسف اطلقتوا ضيعان اللي راحوا. مزبوط، لانه حسيت كثير من جوا هالعالم يلي راحوا، يعني ما فينا نقول ضيعان، يعني ما فينا الا ما نقول انه ضيعان، لانه راحوا بطريقه كثير بشعه، طريقه رخيصه، يعني بطريقه رخيصه، بطريقه غدر. يعني انا على طول هي قلتها بكذا مقابله، عاده بس حدا يحكي من اهلك معك يقولوا لك هالفتره خليكي بالبيت امن، اذا واحد ببيته ومات يعني صرنا ببلد ما عاد في امان، يعني ولا مطرح، عن جد شيء بخوف. وهالولاد يلي راحوا مثل الكساندرا، مثل جو، مثل الياس اللي عمره 15 سنه، يعني انا ما فيي اوقف وشاون على الاخبار وما اتصرف. انا مزبوط عملت بدنا نعيد لو شو ما صار، غنية للكورونا وشي فرح، بس الحياه فيها فرح وحزن، بحس لازم واحد يعيش كل حزنه حتى يقدر يرجع يقلع عن جديد. وخاصه الكساندرا انا خصصت لها لقلب بالكليب، يعني حسيت أصغر ضحية. إيه يعني واحد يعني ما في ما يوقف. إذا بدكم بنحضر الكليب وبنرجع بس منتابع. جان أكيد رح نحضر الكليب، بس فينا نقول إنه كل هالضحايا اللي راحوا، أنا بسميهم ضحايا، فيكتيمز، في بعض الناس بيقولوا لهم شهداء،
برايك لا 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 لا, لا لازم ضحايا. يكونوا ضحايا ما كان ضحايا عندهم الخيار بانهم يستشهدوا لا ما حدا خيرهم صح, صح صح لا لا ضحايا هو لازم ينعرف بس ما بعرف اذا بتصير بكره مثل ما صار باكبر جرائم بالعالم بنطروكه 10 سنين و15 سنه بتطلع حدا بكبش المحرقه انه هو خطط هو عمل كل شيء ان شاء الله ينعرف مزبوط وان شاء الله اذا ما انعرف هو الله يصطفل فيهم لانه عن جد نحن شعب هيدي الكلمه مزبوطه اللي قلتها جان الله يصطفل فيهم إيه؟ لانه ببلد إيه؟ مثل لبنان ما في شيء من الحقائق عن جد بتنعرف دائما بترجع هيك بكل الجرائم العالميه الكبيره يعني ما بينعرف مين لا بيبقى في مخطط كثير كبير وبيصيروا عم يعني عم ينقتلوا واحد ورا الثاني عم يستفيدوا من الوقت والانسان بطبعه بينسى يعني الانسان لانه نحن سيرفايفر بنقول بكره بيمشي الحال انسان نسى الا هالمره مش رح ننسى لنتعلم هالمره لازم نحن ما ننسى ولهيك انا عملت غنيه كرمال يعني ما ننسى واحد بس يوثق بغنيه كرمال يعني ما ينسى هالشهداء هالضحايا يلي راحوا وكرمال هيك عملنا الغنيه انا واولادي وهالمره كان فيها كثير يعني كلمات قاسيه وكان فيها مشاهد يعني انا ولا مره كنت متخيل براسي انه بستعمل انه تابوت بال يعني بقلب الكليب بس يعني ما فينا خلينا نشوف ونحضر جو نرجع ناخذ كل التفاصيل منكم اللي يعني جا من حرقة قلب عم بتغني من صرخة وجع مثل ما شفنا بالفعل يعني حتى بنتك الصغيرة شفناها ليا هالكلمات اللي عن جد بتمس كل لبناني بتمس كل طفل لبناني حتى صح. شفنا كمان بعض المشاهد من للأشخاص صح. اللي انصابوا بالانفجار عادة منقول بالعامية بتروح اللي بيروح اللي راح انت بتوافق هذا هو يلي راح بعتقد اللي نحن عايشينه يمكن هو بيرتاح مزبوط من ميله بس هالطريقة الروحة يعني حتى واحد بيصلي يعني ما يروح لا غريق ولا حريق شو ولا شنطة على الطريق ايه شفت العالم اللي شنطته على الطريق مزبوط. يعني ما عادوا عارفوا حاله انه لوين بده يروحوا لانه كل المحيط حواليهم هالمستشفيات المهمة يعني كلها انه تهدمت يعني مطرح يعني بانيك يعني اكثر من هيك عن جد يعني مثل افلام اذا بتسالي ليا بتقلك بتقول شو حسيتي بتقلي مثل فيلم يعني هالمره عن جد حسينا فيلم انا وقلت هيك ايه كلنا حسيت حالي حسينا بفيلم صراحه مثل فيلم وفيلم خيالي حسيت كمان. حالي بديزني جان قلت لك يعني حسيت حالي بديزني في زاويه بفرجوك كيف بتنعمل افلام هوليوود كيف بتصير الهزة صح. كيف بيتفجر كل شيء وتطلع حسيت حالي يعني بديزني حتى انا بالسوبر ماركت عم بطلع على الدرج انا بتذكر حالي كنت انا بنص الدرج ما لقيت حالي الا صرت تحت بس يعني ما عرفت شو صار وهالهواء والساوند افكت صحيح مزبوط يعني عن جد بتحسي حالك بفيلم كنا نقول الافلام بالسينما نروح نحضرهم واو
يعني عشناهم. هالتساؤلات بأول الكليب من ليا. إذا حدا بيجاوب ليا يعني أنا بعطيه يعني كل شيء معي. عليك. هو أسئلة من ليا صح؟ صح صح صح، لأنه أنا حبيت أكتب لها شيء يعني يكون أنه لا عمره ما أكتب شيء شعر، أكتب الولد أنه ليه حرقتوا لي أرضي وليه حرقتوا لي بيروت، لأنه بيروت بتنزل عليها. وهذه أول مرة أنا بنزل بنبش، عادة بنروح بس نصور كليب بنبش على أحلى مطرح على أحلى زاوية، إنه هون بخي واحد ببين أحلى بيعطي صورة حلوة على لبنان. هون أكتر مرة رحت نبشت على مطرح بشيع يعني حتى بس انقل الواقع. أنت ما كنت بحاجة إنك تنبش، أنت بس نزال على أرض الواقع صح. كنت بتاخد الفوتج والأرشيف لأنه اللي صار يعني غير مسموح صح. واللي نزل على أرض الواقع أنا رددتها وقلتها عبر السوشيال ميديا الخاص فيي إنه اللي ما نزل تاني نهار وتلت نهار وبعد أسبوع ما شاف شيء من بيروت صح. لأنه اللي شفناه على الأخبار وعلى الشاشات وعلى السوشيال أقل بكتير نقطة ببحر صح. اللي بينزل بس بيمشي واللي بيشوف. وأنا أبشع شيء بالكارانتينا مرقت على جراج قلت له إذا فيك تدلني على مطرح صور، فقال لي هذا الزلمة ماتت مرته، يعني الزلمة اللي ماتت مرته ولاده أخذني على بيته صورنا قدام بيته. قديش واحد بيستحي من حاله أنه رايح يصور كليب قدام زلمة يعني خلص انه بثواني انه فقد عائلته وحيد العذراء انا استحيت. شو بتحس الانسان رخيص إيه؟ عنا هيك إيه؟ بلحظه بيروح إيه ما بلا يعني. عارف من الجيل الجديد بدي اسال لوتشيانا كيف بتفكري بمستقبلك؟ كيف بعد بتشوفي لبنان؟ قد ايه يمكن عم تحكي مع امك وبيك انه يا ريت نفل؟ صح انا كثير بحب لبنان بس بمحل معين خلص انه ما بقى لاقي في شيء بيحرز لانه ضل، وبالنهاية إنه إن شاء الله يصير أحسن، إن شاء الله يتحسن كرمال نضل هون، لأنه في كتير ناس لبنانية منشوفهم برا عندهم نجاحات كبيرة، إنه هو مش حرام إنه ينجحوا ببلدهم يكونوا هالقد قراب منا. بتحسي إنه ممكن يجي نهار وما تاخدي حقك ولو كنت مجتهدة وحققت يمكن نجاحات؟ يعني ما بعرف أكيد. إذا كمان بتحسي إنه البابا مش أخد حقه بالمجال اللي هو في كتير ناس منا اخت حقها وهي اكبر من هيك بكتير، بس يعني احلامك برا خلاص هيك هيك شكلها اذا البابا خليها هلا يعني نحن عم نحكي انه معقول نروح على كندا بس مش هلا، يعني بركي بتعمل جامعه هونيك. بس بقول لك شغله، يمكن انا مش اخت حقي بس انا في سيلف ساتسفاكشن، عندي نعمه انه انا اكون مبسوط ببيتي والعمل يلي انا عم بعمله انا بحب اعمله، مش ضروري يصير عالم كلنا بنقول هيك انه نحن مبسوطين. لا لا بس ولكن بس لو كنا برا يمكن جان يعني مش عم نحكي على صعيد صح. شخصي انا انت ديانا لا بس بنعرف اليوم اللبناني اللبناني خينا المواطن اللبناني بيروح لبرا وانجازات وتكريمات والبدكون اللي بيجي لهون ما حدا بيستقبله على المطار. بس خبرك اوقات انا بنبسط نشوف امي مره بالجمعه ومرتين بالجمعه، هدول قصص انه بتبسطني لانه الحياه انه كثير سريعه يعني ما بتحرز، وبحس الا ما يرجع ينهض هالبلد لانه مش معقول نكفي على طول. خلينا هيك يكون عنا بصيص امل، ونحن مأكدين انه بيروت رح تنهض ولبنان رح يرجع ينهض لانه نحن شعب مناضل بحد ذاتنا. جان دائما بحسك انك بتشتغل تحت البريشر تحت الضغط صح. يعني تحت الصعوبات من وين بيطلعوا معك بهالسرعه؟ بكل صراحه في اوقات ناس ليصوروا فيديو كليب بدهم 4 أشهر، انت بيومين بتكون صورت ومنتجت وكتبت ولحنت، يعني اسم الله عليك. انا هيدا تصور ب4 ساعات لانه كنت خايف، قالوا مطرح ما عم نصور بس انا ما خبرت الاولاد معقول يقصد هذا الخلل اللي كان عم بيصير بالبيوت. صليت قلت انه يا الله انت تكون معنا بالتصوير، وصورت ليا ودغري رجعت حطيتها بغير مطرح صيف هي ولوتشي. واحد بس يشتغل من قلبه يعني ما في الا ما يطلع. بس ما اخذت الريسك لولا لحظات بس انه صليت قبل. طيب ربنا بيحمينا بس بقلنا فكروا قبل. هلا 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 قطعت ونحن معكم اليوم على الهواء. اكيد الحمد لله. جان يعني الحاله النفسيه عند الكل مش عم تسمح لحتى نعمل اشياء بحياتنا اليوميه يعني صح. الاشياء الروتينيه خلينا نقول. اصلا اللايف ستايل تبع لبنان كثير تغير. تغير طبعا. صار عندنا مصاري بس للسوبر ماركت وللسوبر ماركت. بس يعني ممنوع تشتري لابتوب جديد، ممنوع تشتري تلفزيون جديد، ممنوع يعني اصلا ما عدنا بشيء في اوفرز،
يعني صار ضرب تن القصص. صحيح. يعني عم نفكر كيف نستمر وما ننقص المينيموم على اولادنا من اليوم لبكره. صح. للاسف يعني لهون وصلونا، ولكن رح نغير الصوره. بس اللي كنت بدي اطرحه عليك كسؤال، انه بالفن بنعرف انه اكيد يعني بهيك حالات الفنان هو حساس يمكن اكثر من غيره، فاكيد بده يطلع اللي جواته، هيدي الطريقه اللي بيعمل فيها ديفولما. بس قد ايه فينا نعطي الاشياء الحلوه؟ هلا هالاغنيه مرقت، بعد قد ايه ممكن تطلق اغنيه؟ بعد قد ايه ممكن تجمع افكارك، تجمع احاسيسك، ترجع توقف على اجريك؟ انا هذا المطرح الوحيد اللي بحس حالي انا بهرب فيه، حتى هيك يعني اذا بدك نرمم حالي لهيك، انه انا هربت بالموسيقى حتى اعبر عن غضبي. ممكن يعني يطلع شيء حلو انت بهيدا المود والمزاج، ولو انه هيدا المطرح الوحيد اللي بحسسك بالامان وبالراحه. يمكن لانه انا قطعت بقصص صعبه بالحياه، ولدت كان بيي متوفي، وفي كثير قصص صارت صعبه معنا بالحياه، انا معود على المصاعب. يمكن انا مثل ما بيقولوا بجوهر بس يكون في مصايب، هلا ان شاء الله بجوهر بالايام الحلوه اكثر، بس بهدول انا قوي. ويعني حتى اي تفضل، وحتى شافون الاولاد بس تكسر الازاز دغري قمته دغري حطيته، اذا حدا بصب له شيء دغري بمسكه بياخده على المستشفى. يعني ما بعمل بانيك، مع انه شكلي كثير رايق وعلى الهدوء، بس وقت الازمه انا بكون كثير قوي. يمكن هيدي هيدي نعمه من الله. وزياده انا كل شيء بحلمه قبل بجمعه، يعني انا قبل بجمعه رحت تمشيت حد البحر، ما كنت طايق البحر قد ما كان صار لي جمعتين عم بحلم احلام فيها كابوس شيء خاصه بالبحر. يعني عندي حاسه سادسه كثير قويه بالاحلام، انا بتجيني مثل الله بيعطيني انه هلا انتبه في خطر حتى تكون انت قوي. يعني مثل ما سبق وذكرت انك جام تشتغل تحت الضغط وتحت الصعوبات، يمكن هيدا لانك انت مريت بمقاسي بحياتك والى اخره. لوتشيا خلينا نقول اليوم الوالد مثل ما عم بيحكي بيشتغل تحت الضغط. صح. والصعوبات. انت طالعه مثله او طالعه اكثر للماما؟ يعني من اي كاركتر اخذت اكثر؟ انا بفتكر بهول الاشياء طالعه مثله، لانه انا بس بجلي ازاز، انا كنت اول مره انه بشوف هيك شيء، انه نحن على جيلنا ما قطع هيك شيء. نحن على جيلنا نحن اول مره بيقطع هيك شيء، كيف على جيلكم؟ فقلت لهم خلص انه قوموا من البيت، خلينا نتصرف بطريقه مزبوطه. يعني انا يمكن كان في ابكي، كان في صريخ، كان في خوف، بس جربت سيطر على حالي لانه شفت ليا كيف عم تبكي. حسيتي حالك مسؤوله كونك الاكبر كمان. صح. حتى اباب وانا قلت لها ميرسي كنت مع الاولاد، قالت لي نو مستر، انا كانت هون الماما، كانت هي القويه، كانت هي خافت كمان. بس بتعرف شابو با، يعني برافو عليها انها قدرت تتمالك نفسها. يعني أنا منا شغله هينه. للاسف عم نختبر حالنا بهيك ظروف يعني. نحن بلبنان قد ايه نحن قوية وقد ايه فينا نعمل كنترول ونسيطر على. انا لوتشي مش لانه بنتي، بس انا عن جد بفتخر فيها بالحديث تبعها، بالمنطق تبعها، بتطلع الاولى بالصف بالمدرسه. يعني عندها هي عندها لوجيك يعني كثير عالي. طيب فينا نحكي يعني هون عن طريقة تربية الأهل مثلا للأطفال وللأولاد بتلعب دور؟ يعني أنت اليوم مربيهم لهالبنات على هيدا الإطار. صح. فالتربية أنا مهمة. أنا مربيهم يعني. مثلا رح أعطيك إكزامبل صغير، بقول لها نحن رح نشتغل فن، نحن يمكن نمشي ويمكن ما نمشي، بس الله أعطاك صوت حلو، خلينا نعمل شيء ويكون فيه رسالة. يمكن يعني ما حدا يزقف لك، يمكن أنا بس زقف لك، بس على القليلة بتجربي بالحياة. الواحد المهم يجرب ويختبر حاله، وإذا الله أعطاه قوة بشيء معينة بالصوت أو بالتقديم مثلكم، حرام يخفي هيدا الشيء، لأنه بهيدا الشيء يمكن يكون عم بيساعد عالم، يمكن بصوته الحلو يمكن يكون عم تعطي مثل شو بيقولوا بال يعني سولاج أمل، أمل للعالم يلي فلوا نحن عم نفكر فيهم، نحن عم نغني له. يعني الأمل كان كتير كبير كمان جان وقت اللي أطلقته يلا نصيف. يلا نصيف يعني داين الجمعة، لأنه كنا حاطين أمالنا بأنه على الأقل الصيفية رح منعيشها مثل ما لازم، ولكن للأسف حتى صيفية ما طلع لنا. منشوف الأغنية الكليب ومنرجع نحكي عنها بالتفصيل. يلا نصيف، يلا نصيف، يلا نغني، خلي ترابك يا لبنان يرجع جني. يلا نصيف،
يلا نصيف يلا نغني خلي ترابك يا لبنان يرجع جني يعني هالكلمات الحلوه خلي ترابك يا لبنان يرجع جني وغير هيك خليني اقول انه هالفيديو كليب يلي فيه كثير من الامل والسعاده والمناظر الحلوه للبنان يعني حسينا هيك باخر مشاهد كانه نحن بميكونوس وهي انفه هيدي هون وشك تحديدا يعني اليوم شو في تناقض بين هذا الفيديو كليب وبين الفيديو كليب اللي عرضناه في جمعتين فرق بالاول هيدي الجمعتين اليوم برايك رح نرجع نصيف رح نرجع يصير في عنا هيك شوية مود حلو هو الشعب اللبناني ما في لأنه الشعب اللبناني دغري بيرجع بيقوم يعني مثل طائر الفينيك يعني نحن الشعب بس تعرف شو يعني عم بيصير عنا نوع من الذنب يعني الإحساس بالذنب إنه كيف قادرين نرجع للحياة وكل هذا الشيء صاير أصلا يعني مش عارفين بننطلق ولا لا صح؟ مستحيين من حالنا هالكلمة المضبوطة هلأ مش هالصيفية عم بحكي عن صيفية الجاية بدنا نحن نرجع نصيف الحياة بدها تكفي نحن ما فينا نوقف بالنهاية بس بدون ما ننسى يلي صار وما نخلي حدا تاني يعمل فينا يلي عملوا فينا هذا أهم شيء وبدنا نصيف جربنا يعني نعطي شيء صورة حلوة عن لبنان وبتعرفوا لأنه الأوضاع اقتصادية صعبة جربنا أنه أنا والعائلة نروح على مطارح بس إذا حدا وقف قدام الشط ينبسط او قدام النهر او يكب حاله بالماء يعني ايه لانه يتنفس الوضع كان كثير لانه هلقد حسينا حالنا مزروبين وهلقد حسينا حالنا مضغوطين فقلنا على الاقل بهيدي الطريقه بعدنا على قدرة للاسف ولكن عم نضحك بس اوقات واحد المضحك نحن انبسطنا فيكم جان ولوتشيا سلام خاص اكيد لليا مش رح نقول مبروك العمل لا ابدا لا ان شاء الله يا نحن رب بس بدنا نعطي صوره حلوه عن لبنان طبعا ان شاء الله اعمال هيك بتفرح اكثر مثل ما انتم عودتونا تنذكر وما تنعاد يا رب وسلامه قلبكم كمان مره ثانك يو وشرفتونا شرفتونا جان وشرفتينا كمان اكيد لوتشيانا وشرفتونا مشاهدينا لليوم ان شاء الله تكون حلقتنا كانت هيك على قد ما كنتوا بتتوقعوا بكرة منرجع منطلع عليكم بحلقة جديدة الله راضي نهار التنين منطلع عليكم بحلقة جديدة Have a nice weekend وإن شاء الله المود يكون حلو أنا حشوفك نهار الأحد إن الله راضي بالويكند نجتمع سوا بركي شوي المود بيتغير تمار بركي شوي منرجع منحس إنه هيك رجعت لنا شوي الحياة يا رب يعني هالكلمة الوحيدة فينا نقول وخلينا نقول يا رب احمي لبنان أكيد أكتر من هيك ما بقى فينا ندعي للبنان 100% ضلي بخير وأنتو كمان باي باي, باي.